بعض الأسئلة عن الأسير وكذا، وشو كان شعورك لما عرفت إنه بده يطلع؟ أنا كنت مبسوطة كثير لأنه بعد 20 سنة، هدول مش قلال سنين، سنين طويلة. يعني ابنه كان لسه في بطني شهرين، لسه ما كانش مولود على الدنيا وصار شاب 20 سنة. هاي سنين مش قليلة، طويلة كثير، بس الإنسان بده يقدر يتحمل ويصبر. شعورك لما عرفت إنه بده يطلع؟ طبعا هذا شعور كل بني آدم، أصلا كل بني آدم عنده سجين عنده هذا الشعور، فرحة غير شكل. هذه أصلا فرحة بنستناها إحنا من 20 سنة، مش من سنة ولا شهرين ولا 6 شهور. إحنا مبسوطين كثير، إحنا بنستنى الطابة الصبر، صرنا 20 سنة يا حبيبتي. إن شاء الله الله يرجع كل المعتقلين، الله يهدي بالنا بال محمد كلهم يا رب. جينا على دار عمي يا ابو محمود ورفيقه، انا زغرت يا حاج بالنور على طول، روح روح يلا يا حاج خلص الله بالنور بيني. اكل تفاحه يا ابن الحلال، يلا صور صورت صور استنى خليه على العرب الحمد لله على السلامة يا ابو محمود. قدم يا
هذه هذا الخير يا ابو حمود. والله الخير والخمير يا حبيبي. والله هذا الكيل يلا بس.